هل ينجح في الهجوم المضاد في فعل ما لم يفعله في الهجوم التقليدي؟ أربعة ضد أربعة، والكرة عند تييري هنري أمامية، هدف أول من إمضاء سامويل إيتو. سامويل إيتو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، الهدف العشرين له شخصيا، والهدف الرسمي رقم 100 للفريق الكتالوني في الدقيقة. في الاستفادة من تقدم دفاع كيفو لاحظوا الهجمة بقيادة إنييستا، إنييستا يتقدم وكان التفوق العددي للبارسا 4-3 أو يعني الرابع جاء بعد ذلك. إنييستا إلى هاري إلى إيتو، اللمسة الواحدة هجمة مثالية، 1-2-3 في المرمى، وهدف ممتاز للبارسا من إمضاء سامويل إيتو. هل كان يسبق الكرة؟ لا أتحدث في القانون الآن. ميسي يبرر وصامويل إيتو، والهدف الثاني، نعم الهدف الثاني لبرشلونة، الهدف الثاني لصامويل إيتو، الهدف الثاني في مرمى كيكون. النتيجة لاحظوا ميسي اللمسة والغمزة والتصويبة والهدف، رائع برشلونة، رائع ميسي، رائع صامويل إيتو، ومسكين سبورتينغ كيكون ولاعبه وحارس مرمى. إذا إيتو اثنين، كيكون لا شيء، يمكن البقية أن تأتي. في مباراة الذهاب في ملعب سبورتينغ خيخون المولينيون، إنييستا من جديد الذي يرسلها ساقطة باتجاه ميسي، ولكن يبعدها الدفاع ميشيل، وخطيرة داني ألفيش، والهدف الثالث، رائع رائع هذا الهدف، داني ألفيش يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم، والفرحة الكبيرة تتناسب مع الحركة البديعة. الدقيقة 5 فرحة داني ألفيش مستمرة لأن الهدف رائع. إنييستا يرسل الكرة، يبعدها المدافع، ترجع من جديد، اللمسة عند ميسي، ولكن يأخذها داني ألفيش ويطلقها بقوة في سقف المرمى. لاحظوا لا حول ولا قوة للافوينتي، وداني ألفيش يصوب بقوة ويسجل الهدف الثالث للبرسا. كما قلت الأهداف منتظرة. ماتن تبديل ثالث وأخير طبعا بالنسبة لفريق خيخون. الضربة الحرة، ترجع الكرة خطيرة هذه، والتصويب في المرمى، هدف أول لسبورتينغ خيخون، هدف العودة. يبدو لي سلم أمره لله، يعني هو لسان حاله يقول أن الأمور انتهت والطيور طارت أرزاقها، ولكن هدف ممتاز، هدف ممتاز. الكرة طبعا يبعدها إنييستا وترجع للوراء، تصويبة رائعة عن اليمين، وهدف أول، هدف أول.